السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. إزالة والتجاوزات، وقف التنفيذ لحين توفر البديل، شتان بين حكومة تراعي الظروف وسابقة تعمق الجراح. المقاومة الفلسطينية تجهيزات عالية لحرب شاملة، وأبواب جهنم ستفتح على الاحتلال إذا ما نفذ أي عملية اغتيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. إيقاف التجاوزات لحين توفر البديل ومعالجة الأوضاع هو ثمرة القرار الحكومي الصادر للوزارات والمحافظات وجميع الجهات المعنية بملف التجاوزات. هذا التوجيه العاجل اللي دخل حيز التنفيذ منذ ساعة إصداره يمثل في جميع أحواله استجابة حكومة الخدمة الوطنية ومراعاتها للظروف القاسية اللي يعانيها من اضطروا للسكن العشوائي، وهو خلاف ما عمدت إليه الحكومة السابقة اللي ضيقت الخناق وهدمت الدور ولم تفكر بأي من الحلول، بل كانت سبب رئيس في تعميق مأساة العيش. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة في حصادنا لهذه الليلة، فنتحدث عن استعادة المقاومة الفلسطينية للحرب الشاملة التي تذيق بها الاحتلال طعم الهزيمة وتفتح عليه أبواب جهنم بعد تلويحه باغتيال قادة الصف الأول. هذا التنامي في قوة المقاومة يقابل فشل إسرائيل في امتلاك أي استراتيجية لإدارة التحديات الأمنية، فكم المعطيات المتوافرة على المشهد والخطوات المتخذة في الواقع تذهب بخيار المواجهة المباشرة ودخول الضفة الغربية على خط المواجهة كجبهة قتال حقيقية، وأن زوال هذا الكيان هي حتمية تاريخية. فأي حماقة إسرائيلية راح تقابل بالنار، ووقتها حتى الفرار غير متاح. الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا المتخصصين في هذين الشأنين. تتفضل البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين المهندس صادق طالب معاون مدير عام بلدية المنصور، حياك الله استاذ صادق ضيفا كريما. وكذلك ينضم معنا عبر سكايب السيد استبرق صباح العبيدي المتحدث باسم وزارة البلديات، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك استاذ صادق، نتحدث عن تعليق إزالة التجاوزات، هل دخل فعلا حيز التنفيذ؟ نعم، بالنسبة للدوائر البلدية وأنا من عملت دائرة بلدية المنصور، حاليا توقف العمل بازاله التجاوزات، بس يعني احنا مو نقول توقف بالازاله، قمنا نرتب اكو تجاوزات نوعين، تجاوز على يعني على بناء دور سكنيه في مناطق عشوائيه هذا توقف به تماما، اما التجاوز على الرصيف والنزول الى نهر الشارع يعني مو بحجه وانما الان على مود لكسب الرزق، فهذا التوقف به مو توقف وانما ترتيبهم على مو بالمنطقه او بالشارع في سبيل حتى ما شو اسمه يضيق الشارع او يسبب ازدحام ضمن المنطقه، يعني ترتيب التجاوزات او يعني شلون نقول احنا نقول مو الازاله وانما الترتيب. البلديات اتخذت طريقه الخط الاصفر وعدم تجاوز هذا الخط امام المحال التجاريه، اتخذته نعم يعني نعم هذا اقول ترتيب التجاوزات ما اقول ازاله، هي الازاله ضروريه، تدري ليش؟ لان شوارعنا اكتظت بالباعة المتجولين، يعني هسه بكل مكان اكو بعض التجول، اكو بالدول المجاوره ودول يعني القريبه على العراق، اكو مكانات مخصصه للتجاوز يعني للتبضع او للبيع والشراء للباعة المتجولين. احنا صار عندنا فد موده يعني بكل مكان، بالمنصور اكو، بالمركز منصور اكو، بالحريه اكو، بالشعلة اكو، بكل مكان يعني بكل مكان هسه بالبغداد اكو باعة متجولين واكو متجاوزين، يا ريت انه يكون عنده وعي يرتب مكانه يعني ما ياخذ من الرصيف الا جزء قليل على مود يبقي مكان للسابق للمتبضع يعني اللي يجيك شلون يمشي بالشارع على مود يعني ياخذ من عندك، فاحنا للترتيب للبغداد
الأنثوجين، فإحنا هسه في صدد أو باتجاه ترتيب بعض الأنثوجين ضمن شوارع المهمة، وبعض الشوارع لا يمكن التجاوز فيها نهائيا لأن هي شوارع مهمة ومركزية وما يجوز التجاوز بها. بالتأكيد. وجدت ترحابي حضرتك الأستاذ استحدث عن هذا القرار من ضمن أن تتم معالجة هذه العشوائيات وتوفير البديل. أسأل حضرتك البديل شلون راح يكون؟ يعني يتم إعطاء أصحاب هذه المساكن العشوائية فرصة زمنية حتى يعالجون أوضاعهم بجهود ذاتية، لو البديل راح يطرح من قبل الحكومة؟ نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. كل خير، وتحية وتقدير لقناة المقرة والأستاذ المشاهدين. يجي طبعا قرار دولة رئيس الوزراء المحترم من منطلق أبوي لغرض المحافظة على هذه الأسر، لكن في الوقت اللي تسبب الحقيقة هذه التجمعات العشوائية ضغط كبير على الخدمات وإغلاق بعض الشوارع الرئيسية المهمة، إضافة إلى تشويه المنظر أو الواجهة الحضارية للمدن أو المحافظات. طبعا بكل تأكيد الحكومة لن تضع هذه التجمعات أو الأماكن العشوائية بالحقيقة إلى أبد الآبدين. اليوم الحقيقة والحكومة الحالية وتحت إشعار حكومة الخدمات عازمة على توفير المأوى أو السكن المناسب لكافة أفراد الشعب أو البلد من خلال المدن السكنية الجديدة. الوزارة، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة وقدر تعلق الأمر بها، أنجزت وبشكل كامل ونهائي 15 تصميم أساسي لمدن سكنية في عدد من المحافظات. تم مراعاة الحاجة السكنية ومستويات خط الفقر في تلك المحافظات، وتم إطلاق الوجبة الأولى من الجيل الأول من هذه المدن السكنية المستدامة اللي البالغة بخمسة مدن، مدينة سكنية في مدينة الجواهر السكنية في محافظة بغداد وبالتحديد في منطقة أبو غريب، ومدينة ضفاف كربلاء في محافظة كربلاء المقدسة، ومدينة الفلوجة في الأنبار، والجنائن الجديدة في محافظة بابل، إضافة إلى مدينة الغزلاني السكنية في محافظة نينوى. المراحل الأولى من هذه المدن السكنية الجديدة ستستهدف الفئات الهشة من المجتمع والمحرومة وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء وإلى آخره وبالدرجة الأساسي. الحكومة اليوم ومن خلال وزارة الإعمار والإسكان جادة وعازمة على توفير المأوى أو السكن المناسب من خلال الانطلاق بالعمل في هذه المدن السكنية الجديدة المستدامة. هذه المدن السكنية الجديدة ستوفر السكن المريح والآمن واللائق بالحقيقة لكافة الفئات، خصوصا الفئات ذات الأكثر استحقاقا، إضافة إلى أنها ستوفر سبل العيش في هذه المدن وباقي الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية، وأنها ستكون ذات أساس اقتصادي ولن تكون مدن مبيت فقط. نعم. طيب. لغرض سحب الاكتظاظ السكني الحاصل في العاصمة بغداد وفي كافة ومراكز المدن لباقي المحافظات. طيب نرجع لموضوعة باع المتجولين والمحال، نتحدث عن موضوعة الأكشاك أستاذ صادق. هاي الأكشاك غالبية منها هي غير نظامية وتمثل مصدر رزق لآلاف الناس والكسبة، شلون راح تتعامل وياها دوائر البلدية؟ يعني تنظم مظاهرها مثل ما تفضلت حضرتك، لو من الممكن أن تنشئ أسواق خاصة مثل ما أشرت أنه في بعض الدول أكو مساحات خاصة، وكان عندنا أيضا ما يسمى بسوق الجمعة وغيرها. نعم، نعم، نعم. فهل من الممكن أن تأخذ البلديات على عاتقها إنشاء هكذا مساحات للباعة المتجولين والأكشاك؟ والله إحنا بالنسبة لأمانة بغداد أو بلدية المنصور بالذات مساحات مثلا فارغة لتجميع البعض المتجولين فيها يعني تكون صعبة. ليش؟ لأن المواطن يجي يتبضع مثلا هنقول من منصور، مركز المنصور، يعني ما أنا أخليه بالأسكان لو أخليه بالوشاش أجمع بمكان، يروح عندنا الوشاش هو جاي المنصور في سبيل الهم يعني شلون يتنزه ويتبضع. فبهاي الحالة شلون راح نرتب البعض المتجولين ضمن الشوارع الموجودة والمركزية اللي ضمن بلدية المنصور أو قاطع المنصور. بالنسبة للأكشاك، الأكشاك هي لها أبعاد خاصة، يعني أبعادها خاصة، يعني مثلا
يقول 2 في 3 مثلا الكشك بارتفاع كذا كذا، يعني يطلع سقيفه هل قد مساحه، يعني مسافه، يعني اكو مواصفات خاصه لاعطاء الكشك، وفقط يعطى لذوي الاحتياجات الخاصه. ها وال يعني يكون مثلا المستفيد من الكشك يبيع به شغلات، يعني شنو قبل يبيع جرايد او صمون، اي هسه نعم يبيع مثلا نقول يعني اللي يشوفه حسب الموجود او حسب المكان اللي هو مفتح به. بس شنو قام يتجاوزون؟ قام اول شيء يكبر الكشك مالته بحيث يستغل الرصيف كله، يسوي به مشويات، يجيب فحم يحط امام ولده، يعني يعبث بالمكان بحيث منظر الكشك غير لائق لا للمنطقه ولا للشخص نفسه. فاحنا ما احنا هاي الحاله هي اللي نحاربها او نمنحها، لان هاي الحاله غلط. لان هاي الحاله احنا وين وصلنا؟ نقوم نرجع لي ورا، يعني انا اجي افتح كشك او مكان اقوم اسوي به، اجيب شوايه واجيب فحم واجي اوسخهم القاع واوسخهم الرصيف واوسخ الرصيف وادب زباله واروح اعزي، وتجي البلديه تنظف مقابل شنو؟ بدون مقابل. يعني ماكو، من تجي تقول له يابا عندك رسم مهنه، يعني عندنا رسم النظافه مهنه واعلان نظافه، من جد داعي بالرسوم؟ واذا انت رسوم اعتبر اذا هو متجاوز اعتبرها شرعيه، اعطيت رسوم، انا من عندك رسوم مو على مود انه باقيك انت متجاوز، وانما انت وسخت، انا ليش ارفع نفايتك؟ غير لما باخذ تجمعها البلديه من هاي الرسوم تعكسها خدمات للمواطن، المواطن ما يفهم هذا الشيء، بالذات الباع المتجول، الباع يجي يبيع ويوسخ ويزبل ويطلع. مو مهم، تجي البلديه يذب على كاهل عبء جديد، لان تدري هذني رسميات استاذ صادق، ولكن يعني اكو اكشاك بدأت تؤجر للغير هسه ذوي احتياجات خاصه 150 و200 الف، وايضا في ضمن مساحتكم في الوشاش وغيرها من هذه المناطق وفتح بها الصباغ وفتح بها السمكر، هسه الناس على باب الله. بس مو هذا، اذا انت متضايق من الفحم راح يوقف للسيارات والصبغ والاصوات المزعجه، فبالتالي هذا شلون معالجتها؟ واكو شكاوى من المواطنين، انه بلغوا انا في قناه الايام انه اكو شكاوى عديده في منطقه الوشاش ولكن ماكو استجابه. بالعكس، احنا اي شكوى تجينا بهذا الخصوص تقبلها. احنا قبل فتره يمكن الجو احترق على بائع ملك المشويات اللي تم ازالته، هذا اصلا متعاقد ويا دائره الاتصالات. تدري وزاره الاتصالات من تتعاقد ويا شخص كشك تتعاقد باختصاصها. يعني انا مثلا متعاقد اتصالات ابيع موبايلات، افتح فد مثلا يعني فد شيء باختصاص الاتصالات، مو اسوي مشويات. هذا الاكل اختصاص الكل. اي هو اختصاص الكل، بس يعني معقوله وزاره الاتصالات انه ما عندها يعني فلوس على مود تفتح ملك مشويات على مقابل ثمن. فكل وزارة تفتح او تعطي كشك باختصاصها. مع ذلك الدار البيديه ضروري اي وزاره تتعاقد ويا او تفتح كشك يجي الدار البيديه تختار المكان بالضبط وين والابعاد الكشك والمهنه اللي يمارسها ذاك الشخص. يعني انا مو اجي افتح مثلا منطقه كلها اسواق وكلها مثلا مولات، اجي افتح فيتر لو نفجي، لا ما يصير. المهنه تختار البيديه صح ويتعاقد فيها. هذا دوركم ايضا بالمراقبه، يعني ضد قطع الارزاق ولكن ايضا ضمن الضوابط اللي تفضلون بها. اكو حملات استاذ استبرق، حملات اعاده اعمار كبيره لوزاره الاعمار والاسكان، هاي الحملات حملات الاعمار تتوجب ازاله هذه العشوائيات الضروريه حتى تتنفذ هاي المشاريع، وهنا يعني ايضا راح يكون تحدي امام وزارتكم بهذا الخصوص. هنا نتحدث عن طبيعه الاجراء، شلون راح يكون جزء من يعني انه منزيل العشوائيات والجزء الاخر لازم نشيله حتى ننفذ هاي المشاريع، المشروع هو الضروري ام الازاله هي الضروريه؟ من خلال عمل وزارة الإعمار والإسكان في ما يخص أو ملف إنشاء المدن السكنية الجديدة، هنالك لجنة مشتركة من كافة الأطراف المعنية، منها في بعضوية أمانة بغداد وعضوية المحافظة وعضوية باقي الوزارات ووزارة الزراعة وعقارات الدولة، تأخذ نظر الاعتبار فك أو تفكيك بالحقيقة هذه المشاكل. هذه المشاكل اللي ذكرتها حضرتك بالحقيقه هي تحديات كبيره، خصوصا في الاماكن او ذات المساحات الكبيره اللي هي يتعلق به الامر بانشاء المدن السكنيه الجديده. ايضا سيتم التعامل مع هؤلاء بكل شكل مهني من خلال ايجاد حلول ناجحه لغرض انتقال او تغيير محل سكنى هذه المناطق العشوائيه ان وجدت بالحقيقه في اماكن العمل، يتم تعويضها لاحقا بالوحدات السكنيه المريحه والميسره في المستقبل القريب العاجل ان شاء الله.
طيب يعني وزارتكم بالتأكيد أريد نقارن هنا إعلاميا بين الحكومة السابقة والحالية اللي راعت الظروف والحكومة السابقة اللي كانت قاسية بتنفيذ هذه التوجيهات وإزالة التجاوزات، شلون نقدر نوجد الفرق أستاذ استبرق؟ يعني من الأساس شنو يمثل هذا القرار من رسالة للمواطنين اللي قست عليهم ظروف العيش؟ يعني هي بالحقيقة تعرف حضرتك لكل حكومة ترافقها مجموعة من العوامل أو مجموعة من الظروف وعدد من التحديات، سواء كانت هذه التحديات سياسية أو تحديات اقتصادية أو تحديات أمنية. لكن الحكومة الحالية وتحت شعار حكومة الخدمات وضعت في أولى أولوياتها هي أن تقوم بتقديم الخدمات الميسرة، سواء كانت خدمات البنى التحتية من ماء ومجاري وطرق وباقي الخدمات البنى التحتية، إضافة إلى الاهتمام والدعم الكبير لقطاع الإسكان لغرض توفير الوحدات السكنية الميسرة في المستقبل أو القريب العاجل إن شاء الله. الوزارة عازمة على إنجاز هذا المشروع أو بالحقيقة المباشرة به. يعني اليوم إحنا إيش قد ما نقدر كل ما نباشر بمشروع المدن السكنية الجديدة كل ما نقترب من عملية التسليم. طبعا إنجاز هذه المدن السكنية لن يتم في عام وعامين، لكن بشكل عام وعالميا في كل دول العالم اليوم أنت من تنشئ مدينة سكنية تحتوي بحدود ما يقارب من 30 وما يفوق إلى 100 أو 150 أو ربما حتى 200 ألف سكنية، فأنت بحاجة إلى عدد من السنوات. لكن كل ما تنطلق انطلاقة سريعة وجادة وصحيحة كل ما تصل إلى أهدافك بالشكل القريب أو العاجل القريب، نعم سيتم توفير وحدات السكنية بشكل عاجل ربما بغضون بحدود سنة أو سنة ونص من بعد انطلاق هذه المدن. نحن الآن في مرحلة فتح العطاءات وهنالك لجان من المهندسين والمختصين القانونيين والإداريين المعنيين ذوي العلاقة بهذا المرحلة المهمة من إنجاز المراحل الأولى ليتم في المستقبل القريب العاجل إن شاء الله انطلاق هذه المدن الخمسة السكنية في المحافظات اللي ذكرتها في العالم. أستاذ استبرق، نوه الأستاذ صادق حول هذه الأكشاك، وهنا أسأل جنابك ووجهة نظر الوزارة شلون راح تبدي هذه الدوائر البلدية تفكيك هاي المجمعات والأكشاك وطريقة إحصائها ونقلها إلى أماكن أخرى؟ يعني أنت تعرف حضرتك أكيد طبعا توجيه دولة رئيس الوزراء بأن يتم بشكل أبوي ومهني مع هذه التجاوزات، سواء كانت هذه التجاوزات هي عبارة عن أكشاك أو تجاوزات سكنية في أو ما يسمى بالعشوائيات. اليوم وحسب قانون المحافظات لسنة 2013 تعرف حضرتك أكثر من وزارة نقلت صلاحياتها إلى المحافظات، وبالتالي الدوائر البلدية الآن لا تتبع على وزارة الإعمار والإسكان بشكل مباشر وإنما تتبع على المحافظات فقط. وقت عندنا كافة أفرع تشكيلاتنا في محافظة كركوك وهنالك بعض الشعب الاتحادية في تشكيلات وزارتنا في المحافظات. اليوم توجيه أو القرار الأبوي اللي اتخذه دولة الرئيس بعدم المساس بهؤلاء المتجاوزين سواء كان هذه التجاوزات سكنية أو تجاوزات تجارية بكل تأكيد ستقابلها إجراءات حكومية لغرض إزالة. نعم أستاذ استبرق، خلي أنتقل لأستاذ صادق. يعني حضرتك بحكم طبيعة عملكم قريبين جدا من الناس واحتكاك مباشر، إذا ما طلعوا لهم ميدانيا فهم يجوكم للدائرة يراجعوكم. أريد نسأل عن هذا القرار اللي اتخذ عدم رفع تجاوزات بهذه الصورة التعسفية، وكذلك قبل كان تغيير جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية وإيجاد هذه المعالجات المساكن العشوائية. نتحدث هذه القرارات شلون تلقاها المواطن أستاذ صادق، يعني بطريقة يعني تمثل مصلحة المواطن، هل أكو رضا من قبل المواطن باتجاه الحكومة؟ نعم، بالنسبة للمواطن بالعشوائيات بالذات أكو المناطق الزراعية اللي وجه دولة رئيس الوزراء بتقديم خدمات لها مثل منطقة الدوالم الشعلة ومنطقة الشاخ العالي في ضمن منطقة المنصور والحرية وواي مناطق ببغداد مثل بالصدر وبالحميدية يعني مناطق واي زراعية تحولت إلى سكنية وتم تقديم خدمات لها بشكل جيد جدا، يعني مي مجاري طرق تنبيط الشوارع. ف
فالمواطن ابدى ارتياح جدا عالي لهذا الموضوع. بقى شنو حسب ما تفضل الاستاذ يقول راح نبني مجمعات، يا ريت يكون تبني مجمعات ونخلص من تجمعات او العشوائيات اللي تصير بمراكز المدينه، مراكز المدن. يعني هسه عندنا منطقه المنصور قريب على الشاطئ، منطقه قرب العناب يسموها، تجاوزات سكنيه بمكان يعني بنص المنصور، يعني شتي تحكي، يعني هي بنص بغداد واحلى منطقه بغداد، فهاي مو لائقه ببغداد، يعني يجي السائح او يجي مواطن او يجي يعني واحد من برا، هسه والله ابن البلد يشوف يعني يعذر، بس اللي يجي من برا ما يعذر، يقول يعني المنطقه وبلد ودوله نفطيه عندها هيك عشوائيات تجاوزات ضمن مراكز المدن. وكذلك عندنا مثلا مناطق اخرى بالكاظمية وغير الكاظمية هم اكو عشوائيات. عدد هاي العشوائيات استاذ صادق هسه سواء في المنصور اذا عندك احصائيه دقيقه او في باقي المناطق اذا مطلع عليها؟ والله يعني تقريبا احنا حوالي 4 إلى 5 مناطق ضمن قاطعنا يعني عشوائيات. كل منطقه ايش قد بيها تقريبا؟ عندك الشعله كان بيها، اتذكر انا شفت بليه الشعله كان بيها حوالي 10 او 12 مجمع. يعني مجمع الارامل، مجمع مقتدى الصدر، مجمع امام الصدر، مجمع الحسابات، مجمع كلها مجمعات عشوائيات قاعدين الناس بها. هي شنو كانت اصلا؟ كانت مثلا الحسابات او كان ذني كان مثلا مكانات مواقع ل يعني الجيش، اداره الحسابات مال قبل مال الجيش النظام السابق، فسكنوا به. مثلا عندك مكانات بالحريه هم اظن مكانات الدفاع الجوي هم سكنت به ناس عشوائيات، مثل مجمع الرجاء وغير مجمع الرجاء. حتى بالكاظميه كانت هناك مجمعات نعم عشوائيه نعم ولكن نعم تم ازاله هذه التجاوزات وبنوا بها مجمعات الأراضي. نعم صحيح. بس اذا اكو مكانات لا بقت موجوده مثل بالحريه وبالشعله وعندنا منطقه العناب بالمنصور يقرب على الوشاش، اذا بقت لانه يعني تجاوزات كثيره وجسيمه على برا، يعني ازالتها مو نقول صعب، احنا زادت على البلديه سهل. بس احنا هم الراعي أثرها نعم اثرها شوي اجتماعي نعم، بس المواطن مال انه تجي تزيله وتفلش بيته. طيب. استاذ استبرق، يعني المنهاج الحكومي بالتاكيد وزارتكم لها جزء كبير من تنفيذ هذا البرنامج الحكومي وفيما يخص هذه التعليمات والتوجيهات الانيه، خلينا نقول مدى اتساقها مع تنفيذ البرنامج الحكومي. يعني يمكن هو الحديث يكون نوعا ما مبكر لغرض ايجاد اليه، يعني اليوم احنا ذكرت لحضرتك خلال الحلقه انه تم اعداد او المشاركه بمؤتمر في هيئه الاستثمار الوطنيه لغرض فتح العطاءات اللي تقدمت فيها الشركات او ما يسمى بالمطورين لهذه المدن السكنيه الجديده، وهي الان في مرحله التحليل، وربما خلال اسبوع او اسبوعين او 3 ربما في الحد الاقصى سيتم الاعلان عن هذه الفرص الاستثماريه التي يتم المباشره بها. طبعا احنا ما نريد الوزاره اليوم حذره جدا وتتحرك بصراحه بتاني خطواتها تكون نوعا ما بتاني لغرض انجاز كافه مرحله لتبتدئ في المرحله اللاحقه. اليوم حضرتك ذكرت انه في العهود السابقه كانت هنالك عدد من الاجراءات لكنها لم تثمر. اليوم الوزاره عازمه ان يعني ان نخلص مرحله على متمد بها بالمرحله الاخرى. احنا شو وقت ما نبدي او نباشر بالحقيقه في هذه المدن او نضع الحجر الاساس بها، ومن ثم يتم بكل تاكيد صياغه اليات او وضع معايير بغرض ضمان الانتقاله الثالثة لهذه الفئات الهشه التي لن يكون فقط لسكان العشوائيات، وما انا ذكرت ايضا لباقي الفئات الهشه من المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء والآخرين والرعاية الاجتماعية، ستكون هنالك وحدات سكنية ميسرة مدعومة لهم، إضافة إلى أنها ستكون هنالك كم ليس بالقليل من الأراضي المخدومة خدمة كاملة بالبنى التحتية من ماء ومجاري والكهرباء والاتصالات والشوارع والأرصفة إلى آخره. طبعا نعم اكيد بكل تاكيد بعد مرحله الاعلان وبعد مرحله او الانطلاقه بهذه الحزمه الاولى خلينا نقول من الجيل الاول من هذه المدن السكنيه، نعم ستكون هنالك معايير وضوابط ويتم دراستها بتاني لغرض شمول كافه الشرائح المستحقه للسكن، وان شاء الله سيتم انجاز هذه الفقرات سالفه الذكر باسرع وقت ممكن وفق ادق المعايير المعموله في هذا
أشكرك شكرا جزيلا المهندس استبرق صباح العبيدي المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة ضيفا كريما عبر سكايب، وشكر كثير لحضرتك الأستاذ صادق طالب معاون مدير بلدية المنصور ضيفا كريما في الاستوديو. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. المقاومة الفلسطينية تجهيزات عالية لحرب شاملة وأبواب جهنم ستفتح على الاحتلال إذا ما نفذ أي عملية اغتيال. حياكم الله مجددا بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور فؤاد حجو المستشار الاعلامي للسفاره الفلسطينيه في العراق. حياك الله دكتور فؤاد. حياك الله. وكذلك سينضم معي عبر سكايب السيد اسماعيل مسلماني الباحث السياسي من فلسطين. دكتور فؤاد ابدا مع حضرتك، المقاومه الفلسطينيه اعلنت بان الحرب الشامله ضد الاحتلال الاسرائيلي امر لا مفر منه، ما هي مقدمات هذه الحرب وهل ستكون حربا مفتوحه عندما تتحدث عنها المقاومة الفلسطينية بهكذا قوة وهكذا زخم؟ يعني هذه كانت امبارح واضحة في تصريح الأخ صالح العروري قيادي بحماس، وصرح بوحدة الساحات والحرب الشاملة اللي راح تكون إذا أقدمت إسرائيل على يعني اغتيالات او تجاوزات للخطوط الحمر بما يخص الاقصى والوضع بالضفه الغربيه من استيطان وغيره. وحده الساحات هذه بدا طرحها منذ اشهر بشكل واضح وبشكل قوي، اصبح طرح هذه النظريه هي. انا يعني لست خبير عسكري لأقيم يعني ما سيكون بوحدة الساحات أو إذا خيضت معركة بين كل الساحات. هذه المعركة إذا خيضت حتكون معركة شاملة لها ما بعدها، وخاصة أني في حزب الله موجود ويملك من الأسلحة الدقيقة بالدرجة الأولى، وهذا ما يخيف إسرائيل. الأسلحة الدقيقة يملك منها الكثير، بالتالي إسرائيل ستتكبد خسائر كبيرة ممكن تغير الوضع السياسي والاستراتيجي في المنطقة لما بعدها. بالنسبة لتصريح أخ صالح العروي، إذا لاحظت الإعلام الصهيوني من أكثر ما له بالفترة الأخيرة مركز على صالح العروي وعلى ضرورة اغتياله، وعادة بيعودونا الإسرائيليين أني أو تعودنا أني فعلا لما يركزوا إعلاميا على هيك بيكونوا عم بيحضروا لعمليات اغتيال، كما أحمد ياسين لما اغتالوا أبو شنب إسماعيل أبو شنب لما اغتالوا رانتيسي. الخيط الدقيق بالاغتيالات هذه أو اللي بيوصل هاي أني الثلاثة اللي اغتيلوا إن كان رانتيسي أو أحمد ياسين أو إسماعيل أبو شنب كانوا دعاة وحدة وطنية فلسطينية من أشد يعني داخل حركة حماس، كانوا من أشد الناس اللي بدعموا باتجاه يكون في وحدة وطنية فلسطينية وتفاهم مع حركة فتح ومع منظمة التحرير والتفاهمات. الأخ صالح من هذا الاتجاه هو حاليا يعني بهيك، وهذا يعني يجعل الإسرائيليين
يشددوا على مسألة اغتياله أو يعملوا عليها باعتبار أن أخطر هم يرون ذلك أن أخطر ما يمكن عليهم هو وحدة الساحة الفلسطينية. طيب وفقا لذلك اسمح لي أن أرحب دكتور فؤاد بالسيد إسماعيل مسلماني الباحث السياسي، حياك الله سيد مسلماني. ما سبب يتفضل الدكتور فؤاد حج والمستشار إعلام السفارة الفلسطينية بهذه الموازين، موازين القوى ووحدة الساحة الفلسطينية، وبالتالي إذا ما تم تنفيذ أو نية تنفيذ أي محاولة اغتيال فأن المقاومة الإسلامية لن تتوقف عند حد معين والحرب ستكون مفتوحة، ما سبب الوصول لهذا الحد ووضع خيار الحرب المباشرة على الطاولة؟ نتحدث عن تهديد إسرائيل باغتيال قادة الصف الأول للمقاومة، أم اعتقال القادة الخارجين من سجون الاحتلال، أم تقسيم المسجد الأقصى مكانيا؟ نعم، مساء الخير لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. مساكم الله بخير. واضح جدا بعد عملية حوارة والخليل، بمعنى أن ضربتين بالراس كانت موجعة، وبالتالي إسرائيل شعرت مع مرور منذ معركة سيف القدس ووحدة الساحات وكل الهبات وبعد كل المجازر التي ارتكبتها إسرائيل، يعني لاحظنا عملية المقاومة تزداد يوما بعد يوم بصلابة وأكثر قوة وأكثر ذكاء وأكثر احترافية. هذا لم يعد الآن، أصبحت المرحلة تغيير في قواعد المعادلات للمنطقة الفلسطينية تحديدا وللمنطقة الإقليمية، بمعنى المقاومة وضعت تأسيس لبرنامج متكامل أحرجت إسرائيل ووضعت إسرائيل في مأزق حقيقي وجدي وليس شعارا، مأزق على المستوى الأمني، مأزق على المستوى العسكري، مأزق على المستوى السياسي مع المظاهرات والاحتجاجات التي تحصل في الداخل. بعد عمليتين الحوار والخليل ولغة التهديد التي بعد اجتماع الكبينة الذي تأجل لأكثر من مرة وثم وضعت وما سرب من الإعلام وما لم يسرب من الإعلام، أي الغرفة المغلقة للمجلس المصغر، وبالتالي واضح خرجت إسرائيل وكل المحللين بخطاب ناري تهديد. لكن إسرائيل تفاجأت مؤخرا، أولا إعلان حماس عن تبني عملية حوار، هذه ضربة للمؤسسة الأمنية والسياسية على المستوى عالي جدا. ثانيا خطاب ولغة القائد صالح العروري كان شجاعة وفيها نوع من اللعب، النار بالنار، الرد بالرد، وبالتالي الصاروخ بالصاروخ، وأن وحدة الساحات هي أصبحت الآن حقيقة. بمعنى آخر أي محاولة للوصول لاغتيال أي شخصية، إن كانت الآن إسرائيل تحاول أن تروج عبر الإعلام المضلل أنها هي تستهدف مرة غزة ومرة تريد تحليق في طائرات في شمال فلسطين، تستهدف حزب الله أو إيران أو الساحات المختلفة سواء الخارجية، إذا نحن أمام مرحلة جديدة تغيير في قواعد اللعب، وهذا وضع إسرائيل أيضا في معادلة مختلفة تماما. هي كانت طوال الوقت في مأزق وحالة تآكل الردع، هي تريد الآن استعادة هيبة الردع من خلال الخطابات النارية والتهديد في لغة الإعلام، وخاصة أن هناك مأزق داخلي لدى نتنياهو والائتلاف حول موضوع قضيتين. القضية الأولى المظاهرات التي المعارضة تتوسع والانقسام، وطرح أن جزء كبير من توسيع حدة الانقسام حالة المقاومة الفلسطينية، السبب أن نتنياهو لمدة 10 شهور لم يستطع، وهذا الجانب الثاني، لم يستطع توفير الأمن والأمان على المجتمع الإسرائيلي. عاشت 10 شهور حالة إرباك طوارئ، نتكلم عن 30 كتيبة موجودة فقط في شمال الضفة الغربية في نابلس وجنين. انتقل معركة بعد حوارة ورام الله، انتقلت إلى جنوب فلسطين أي الخليل، وبالتالي الآن تشعبت، وهذا زاد من وضعية إسرائيل على المستوى الأمني والعسكري، لدرجة على سبيل المثال قيادة أركان الجيش أعلنت قبل يوم أو يومين أننا لا يمكن أن نضع حواجز فوق الحواجز الموجودة على مدن بين مدن الفلسطينية، لسبب أن سهولة المقاومة للوصول لهذه الحواجز، وهذا يعني فشل أمني ذريع في المنطقة الموجودة.
كل السيناريو إسرائيل تحاول أن تضع البعبع وتحاول أن تضع أسطورة الأمن، هذه سقطت المعادلة. طيب إذا كانت هذه بروباغندا أسطورة البعبع سيد إسماعيل، وكذلك عندما يتحدث دكتور فؤاد يتحدث الأستاذ مسلماني عن التهديد في لغة الإعلام، هنا نتحدث عن الضفة الغربية باعتبارها مرتكز للمقاومة الفلسطينية، لكن في ذات الوقت الاحتلال ينتشر فيها بكثافة، نصف قوات البرية بجزء من الضفة الغربية، يمتلك كاميرات مراقبة، يمتلك تكنولوجيا عالية في السيطرة، كيف يمكن للمقاومة تنفيذ هذا الخيار اللي وعدت به وهو خيار الحرب الشاملة؟ خيار الحرب الشاملة أستاذي العزيز ليس بمعنى أن بالضفة الغربية هناك جيوش ستقود الحرب. خيار الحرب الشاملة هو يشمل أعتقد لبنان، يشمل قطاع غزة، يشمل احتمال يمتد إلى سوريا هذا، وإيران والبحار، فهذا ما يقصد به بالحرب الشاملة. إذا لاحظت خلال الشهر الأخير البروباغندا والتصعيد الإعلامي ومسألة نقل القوات الأمريكية وحشد واستخدام قوات مقاتلة جديدة واستجلاب حاملات طائرات ومدمرات وإلى آخره إلى مضيق هرمز والخليج العربي والبحر الأحمر وإلى آخره، زائد التصعيد التوتيري على الحدود اللبنانية مع الكيان الصهيوني، ما يجري زائد ما يجري في الضفة الغربية زائد التهديدات المتبادلة تعطي مؤشرات أن في الأفق هناك يعني حركة عسكرية. تقديري الشخصي أنها أقل من حرب شاملة، لأن الحرب الشاملة لن تقدم عليها أمريكا، لأنها ستكون مثل حرب السويس اللي خدتها بريطانيا والتي أنهت الإمبراطورية البريطانية. إذا بتخوض أمريكا حرب شاملة فهي تماما يعني تدشن أفول الإمبراطورية الأمريكية حاليا بظل التوازن والوضع الدولي وما تواجه الولايات المتحدة من صعود أقطاب جديدة في العالم اقتصاديا عسكريا بكل الاتجاهات. فإذا خاضت هذا الحرب بعد خسارتها في أفغانستان وطلعتها وبعد إلى حد كبير خسارتها في العراق أيضا، فإذا خاضت هذه الحرب فستكون أعتقد الحرب اللي دشن هبوطها وتنحيها عن قيادة العالم. فلذلك أعتقد أنها ليست حرب شاملة، أقل من حرب شاملة بس أكثر من يعني أكثر من هدوء، يعني حتكون بين إسرائيل تواجه أزمة داخلية عميقة بين العلمانيين والمتدينين بين اليمينيين أي بمسألة قانونية إلى آخره، من قسم المجتمع الإسرائيلي إلى قسمين، ولن يخوض حرب شاملة. إذا حللت أكثر بالعقلية الأمنية الإسرائيلية بتشوف أني الإسرائيليين لن يجرؤوا بهذه الوضع الداخلي على حرب شاملة مع حزب الله، لأنه يملك الدقيق الصواريخ الدقيقة ويملك منها أعداد كبيرة وعنده مقاتلين مدربين. بالتالي أعتقد أن الإسرائيليين لن يذهبوا بهذا الاتجاه. الأضعف هو قطاع غزة، ممكن أن يعني يستهدفوا يستفيد نتنياهو إعلاميا أو إلى آخره، أو على الصعيد الداخلي عنده يوجهها لقطاع غزة، لأن قطاع غزة يعني بما يملكه من صواريخ لا يملك الصواريخ الدقيقة، يملك الصواريخ العشوائية العادية، وهذه لا تفعل شيء، بالعكس إسرائيل ممكن تستفيد منها أن تعالوا شوفوا كيف بقصفونا وتأخذها مبرر لأني مثل ما بتعمل بكل معركة مع قطاع غزة تدمر أعداد كبيرة وتقتل أعداد تدمر منازل كثيرة وأعداد كبيرة من المدنيين. خلينا أذهب الأستاذ إسماعيل. أستاذ إسماعيل، تفضل الدكتور فؤاد حجو بأن الحرب الشاملة لا توقف عندها إلى الدول التي رفعت راية محور المقاومة. طيب، الذهاب إلى الحرب الشاملة وفق توصيف الدكتور حجو ليس بالأمر الإنشائي، وإنما يحتاج إلى مقدمات
أضاف في بداية حديثه وحدة الساحات أيضا تحتاج إلى تكنولوجيا المواجهة. ماذا أعدت المقاومة الفلسطينية بجميع عنواناتها لهذا الأمر؟ طبعا بطبيعة الحال حين نتكلم عن حرب شاملة، يعني هذا يعني أنا نتكلم عن حرب عالمية أولى أو ثانية، لا أعتقد إسرائيل أن تغامر هذه مغامرة. إذا نتنياهو دخل هذه المعركة شاملة، بمعنى أنه إذا دخل أحد الساحات فإن الساحات كلها تفتح النار على إسرائيل، لا أعتقد إسرائيل أن تصل إلى هذا المحور. أعتقد أن بنك الأهداف لدى إسرائيل هو أن تستخدم الاغتيالات، لكن جاء الرد من قبل المقاومة الفلسطينية أنه في حال تم اغتيال أحد القادات فإن جبهة الحرب سوف تفتح. بمعنى آخر هناك استعداد وجاهزية عالية أولا على مستوى غزة وعلى مستوى حزب الله، وبالإضافة إلى الساحات الخارجية التي إسرائيل تحاول أن تبعد قدر الإمكان ضرب استهداف لمواقع محور المقاومة، مثلا في العراق أو في اليمن أو في لبنان أو في سوريا، وخاصة كلما ابتعدت هي تريد أن تعطي إشارة أولا للمعارضة وإشارة لنفسها لاستعادة هيبة وضعها من حيث الأمن. بكل الأحوال إسرائيل عملت مناورات عديدة، انتشار كثيف في شمال فلسطين، انتشار كثيف بالجيش في منطقة الضفة الغربية تحسبا، بالإضافة إلى الداخل الفلسطيني ومدينة القدس. أعتقد أننا مقبلون في 17/9، وخاصة هذا التاريخ هو رأس السنة العبرية، ولدينا 6 أعياد يهودية سوف نكون مقدمين عليها، 4 أعياد في منتصف أيلول وثم عيدين مع بداية شهر 10، وبالتالي أعتقد أن بوادر واستعدادات للدخول في المعركة. إسرائيل تبحث عن سحر لديها، نتنياهو يريد معركة واحدة في أحد الساحات. أين ستكون هذه؟ ممكن أن تكون كما ذكر ضيفك هي الحلقة الأضعف بالنسبة لها غزة، وخاصة أن التهديد المباشر الذي يأتي من القيادات الفلسطينية على اعتبار أنهم الذين يحرضون الضفة الغربية، وهذا يعني أثبت ليس فقط وإنما بالميدان تم الكشف عن خلايا في الضفة الغربية لديها امتداد لقطاع غزة، وقبل يومين تم الكشف عن خلايا لها امتداد لحزب الله، اليوم تم الإعلان عن خلية تابعة لحزب الله تم عن طريق تهريب الحدود. إذن نحن أمام موجة قد نعتبرها هي ضربات أو قد نعتبرها معركة أحد الجولات التي ممكن، لكن إسرائيل لن تدخل معركة الاستنزاف، بمعنى أنها لن تستطيع أن تقدر أن تصمد مثل ما حصل في معركة سيف القدس أو وحدة الساحات التي شاهدناها. إسرائيل لا تتحمل أيام وجودها بالملاجئ، وهذا شاهدناه على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى المعنوي الذي كان الأكبر له تأثير. إذن نحن إسرائيل الآن في مرحلة تخبط تتخبط، هي لا تريد أن تعرف من أين تبدأ. كلما تقدمت محور المقاومة قوة وصلابة، وهذا لأول مرة نشهده في تاريخ القضية الفلسطينية، أن هناك فعلا وحدة ساحة، وهذا ما زاد من تآكل الردع الإسرائيلي. أين توجه الضربة؟ إذا تم توجيه الضربة إلى المسجد الأقصى فإن المنطقة الإقليمية كلها سوف تتحرك مع الاقتحامات اليومية ومع ما يود المستوطنون إقامة بناء الهيكل المزعوم، هذا سيفجر المنطقة. طيب. هل تريد أن توسع يعني منطقة الخليل؟ سوف تتدخل أستاذ غزة. إسماعيل حضرتك الدخول في غزة الضفة الغربية تتدخل، إذا تدخلت حزب الله المناطق أيضا كلها ستشتعل. إسرائيل في وضع ما تتحدث أستاذ إسماعيل عن نقاط القوة في هذا المحور، تحدثت واتفقت مع ضيف الكريم الدكتور فؤاد حجو على نقاط الضعف في البيئة الداخلية الإسرائيلية. طيب دكتور فؤاد، الأوضاع الهشة في الداخل الإسرائيلي والفجوة السياسية بين مكونات الحكومة اليمينية، هل تعطي فرص إضافية لسيطرة المقاومة الفلسطينية إذا ما أعلنت ساعة الصفر؟ لا، موازين القوى أكيد لا تسمح، مش مسألة ساعة صفر، يعني لا نملك من القوة والأسلحة هاي ما أن يمكن أن نواجه وننتصر على الإسرائيليين عسكريا. ميزان القوى بيطلع 1 لـ 1 بالتأكيد، بس هي حرب استنزاف كما ذكر زميلي الأستاذ إسماعيل، هي حرب استنزاف، عمليات منفردة بيقوموا فيها شباب وأحيانا إلى آخره،
مستمرة دائمة. هذه عم يعني بتخلي المستوطن الإسرائيلي ما يحس بالأمان، وبالتالي يعني يبدأ يهجر المستوطنات، إضافة للمقاومة الشعبية اللي بكل أشكالها اللي عم يوميا عم تشتبك مع الإسرائيليين، هاي شايفين بحوارة وشايفين بالمناطق والقرى الثانية، عم بيتم اشتباك يومي مع الإسرائيليين شبه حرب شعبية. نعم هذا كله بشير ان المعركة الأساسية هي بالضفة الغربية، هلا هي تحرير الضفة الغربية، هي انسحاب إسرائيل، هي خروج المستوطنين، هذه ما يتم مواجهته بحرب استنزاف شعبية زائد عمليات منفردة زائد كل أشكال المقاومة إعلاميا على الصعيد العالمي، على صعيد استجلاب الدعم والموقف الدولي والشعبي لدعم القضية الفلسطينية، على صعيد مقاطعة إسرائيل أكاديميا، مقاطعتها اقتصاديا، مقاطعة المستوطنات. هذه حرب لها أشكال مختلفة، لها يعني مناطق تخاض بمناطق بتختلف، عم نكسب أكثر وأكثر عالميا. نموذج جنوب افريقيا اللي اجبر العالم، اللي اجبر البيض يتخلوا عن الحكم و يعني واهل البلاد الاصليين والاكثريه هن اللي يحكموا، نموذج قريب ان بالامكان الضغط الدولي والموقف الدولي يجبر اي دوله انها تتراجع، وهذا ممكن يعني يشكل أحد الجسور أو أحد الطرق المهمة بأن الإسرائيليين يتراجعوا ونأخذ على الأقل حاليا دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. أشكرك شكرا جزيلا دكتور فؤاد حجو المستشار الإعلامي للسفارة الفلسطينية في بغداد، أثرت الحوار ضيفا كريما في الأستوديو وانضممت معنا عبر سكايب من فلسطين الأستاذ إسماعيل مسلماني الباحث السياسي، ضيفا كريما، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله. شكرا لكم.